المناطق المنكوبة ما بين سوريا وما بين تركيا. والحقيقة الواحد لا يستطيع أبدا أن هو يغمض عينه أو ما ياخدش باله حتى أو لا يلاحظ عندما يقوم الناس بإغاثة شعوبهم وأوطانهم، ومش أي ناس، الأسامي الكبيرة داخل مجتمعاتها، المثقفين والفنانين أو المستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال، في الحالات اللي زي كده يتوجب التكاتف. فنانة والنجمة، أنا أحب أقول دايما العربية، يعني أنا ما بحبش دايما إن احنا نصنف نفسنا بجنسيات، أنا من الجيل بتاع أمجادي عرب أمجاد. فالنجمة العربية السورية سلاف فواخرجي، والنجم أيضا فنان والمخرج الكبير وائل رمضان بيتبرعوا ب 21 مليون ليرة سوري لمتضرري الزلزال في سوريا. الفنانة الكبيرة سلاف فواخرجي معانا على التليفون، أهلا بيكي. مساء الخير استاذ يوسف. مساء النور، اهلا بيكي، وقلوبنا معاكم ده مما لا شك فيه. يعني انا اشوف دايما الشعوب العربيه شعب واحد، فما بالنا بسوريا من ايام الوحده. فيعني في النهايه المصاب واحد زي ما بيتقال. طبعا اكيد، وطبعا بتشكر حضرتك على الكلام الجميل، وكنت بتمنى انه لو كان الحديث بيناتنا في ظرف افضل، بس يعني الحمد لله بكل الاحوال. وطبعا يعني مو غريب على الشعب المصري هذا التعاطف وهذا التعاضد، لانه نحن بالاخير بلد واحد، اقليم شمالي واقليم جنوبي. فشكرا جزيلا على كل يعني على كل هي الموده يعني. وطبعا نحن بظرف طبعا سيء جدا، يعني الكلام بيكون اقل بكثير من هول الفاجعه والكارثه الكبيره اللي هلا عم نعيشها. صعب الكلام ينقال، وصعب انه الواحد يشرح احاسيسه ومشاعره، حتى القدره على الاستيعاب صعبه جدا جدا، لا هلا ولا حتى بعدين. بس بكل الاحوال هي مشيئه الله، ما في اعتراض. هيك بنقول انه رحم الله ضحايا الزلزال وشفى المصابين، وعم نرجو بكل الوقت انه يكون في انقاذ اكبر لاكبر عدد مما زالوا تحت الانقاض، واملنا بالله كبير. ربنا كبير، ان شاء الله خير يا رب. ربنا كبير، وصدقيني هو ليس تعاطفا، لانه في النهايه زي ما كنا بنقول ده شعب واحد، وبالتالي في النهايه المصاب واحد زي ما بيتقال. لكن طب خليني عايز افكر معاكي بصوت عالي بعد اذنك، انه انا فاكر انه لما بتحصل حاجات زي كده في المجتمعات الغربيه، فبنشوف انه كل الفنانين بيروحوا عاملين شيء ما، عمل ضخم جدا، سواء إذا كان لجمع التبرعات والإغاثات للمنكوبين أو للتبرع بعائدات هذا العمل الفني الضخم جدا أيضا للإغاثة. أعتقد أن إحنا في أمس الحاجة لده دلوقتي، بأن إحنا نعمل يعني تكاتف فني عربي من المغرب ولحد سوريا والعراق، ونشوف نقدر نعمل ايه بحيث ان احنا نقدم اكبر قدر ممكن من المساعدات والاغاثات لاهالينا في سوريا. هل ده من الوارد يحصل؟ هل من الوارد انه يعني تقدروا تنظموا لنا ده سلاف فواخرجي ووائل رمضان مع حفظ التقدير ومع حفظ اللقب؟ والله العظيم يا ريت، لانه نحن بتعرف صرنا سنين يعني بحاله عزله، بحاله عقوبات. فنحن بنتمنى، وكنا حتى بنتمنى انه هي العزله تنفتح والسماء تنفتح والاراضي تنفتح حتى بدون هذا الظرف الصعب. بس بكل الاحوال يعني نحن هلا اولاد الواقع، اولاد اليوم، نتمنى فعلا انه كل الدول العربيه تفتح قلوبنا وتفتح اراضيها وتفتح قلوبها لحتى نحن نقدر يعني نساعد الناس، ونحن بامس الحاجه. بتعرف حضرتك صرنا سنين حرب، حرب سياسية وحرب عسكرية وحرب اجتماعية وحرب اقتصادية. فإجا الزلزال مؤخرا يعني زلزل أرواحنا المنكوبة أصلا، يعني صرنا 12 سنة عايشين مع وقف التنفيذ فعلا. فهلأ نحن بحاجة هذا الحب، بحاجة هاي الوحدة، لأنه الوضع أقسى مما ممكن شرحه فعلا فعلا. فأكيد نحن طالما بيطلع بإيدنا بنعمل أي مشروع بيساهم بمساعدة أهلنا في سوريا. بتمنى هذا الشيء، وبتشكرك انه عم تحكي هذا الموضوع بصوت عالي، وبتشكرك انه فعلا في ناس عم تفكر بهي الطريقه. وطبعا الشعب المصري دائما هو معنا، وهي كمان فرصه لحتى اقول انه حتى اتشكر كل الدول العربيه اللي وقفت معنا، واتشكر تحديدا الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هذا هو اللي عشان فيه من زمان. ف
فعن جد شكرا شكرا من القلب كمواطنة سورية، وأنا كمواطنة سورية أنا مستعدة أعمل أي شيء قبل ما أكون فنان. فأنا كثير كثير ممنونة. بتعرف أنا يعني بحالة كثير كثير صعبة، ما كثير عم بعرف أحكي، حتى أنا صار عندي صمت من وقت الزلزال ومن وقت ما صارت الدنيا تلف فينا ونحن بحالة يعني بحالة ذهول. ما بعرف شو ممكن نعمل، ولا حتى عم بعرف أعبر، بس حسيت إنه تماما الخرس صابني، بس إنه لازم نعمل شيء على الأرض، لأنه هلا مو وقت حكي ولا وقت شعارات، نحن وقت نفعل، ونحن ما سوينا غير أقل من الواجب. يا ريت كل الناس تكون معنا، لأنه هلا سوريا بأمس الحاجة للكل. يعني أنا 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 هتحفظ على الجملة الأخيرة، سوريا مش محتاجة حد، أنتوا قد الدنيا يعني، لكن خلينا نفكر فعلا بشكل عملي وإيجابي طبقا اللي هو متاح علينا جميعا، من زي ما بقول من المغرب وحتى سوريا والعراق، أن نتخطى أي خلافات وتباينات وكل وجع القلب بتاع طبعاً. السياسة خلي النقابات الفنية، وخليني أقول ده يمكن حتى بصوت عالي، النقابات الفنية في الـ 22 دولة عربية، يعني أتمنى أن هم حتى يعملوا زوم كونفرنس يشوفوا هيعملوا ايه مع بعض، بحيث انه يتعمل حفل ضخم كبير على مستوى كبير وعالمي لدعم اهالينا اللي موجودين في وطننا العربي تحديدا في يعني سوريا. احنا بنتكلم على ازمه انسانيه يعني ما فيهاش هزار. تفضلي. تعقيب بسيط، لانه الاخ دائما بحاجه اخواته، فانا وقت بقول سوريا بحاجه لانه هي بحاجه اخواته، وهذا هو التاريخ اللي بيننا، وهي الارض، وهي اللغه اللي بتجمعنا، فنحن بحاجه اخواتنا فقط لا غير. مما لا شك فيه. بحاجه بعض، وكل الناس بتعرف انه سوريا كانت دائما فاتحه قلبها لكل الناس، فلازم هلا يكون في حاله رد ولو بسيط، نحن بحاجه هذا الشيء. فموعد لما بقول بحاجه، نحن اخوات بالاخير. خليكم في ثقه. بعدين هي السنين اللي مرينا فيها صعبه كثير، فحسينا انه لا لازم بقى بكفي اللي صار فينا، بكفي انه كنا لحالنا، وبكفي هالسنين اللي عشناها بالحرب تحت الفزائز، بكفي يعني اكثر من الزلزال ما عاد شيء، فانه لازم بقى نصحى، والدنيا اصغر، الدنيا بتروح يعني الدنيا صغيره وبلمح البصر بتروح، واحد بيكون قاعد ببيته عزيز فجاه بلاقي حاله بالشارع، ما في اصعب من هذا الموقف في العالم، والدنيا ما بتستاهل، فلازم نكون جنب بعض بهي الاحوال. ما تقلقوش بإذن الله، بإذن الله يعني زي ما نقول غمة وتنزاح، ثقوا دائما أن مصر رئيسها شعبها دايما في ظهركم، وكما كنا نقول في السابق نقول حاليا هنا القاهرة وهنا دمشق، ما تقلقوش على الإطلاق. أشكرك، ألف شكر لك، وشكرا لمصر، ودائما مصر الكريمة الحبيبة هيك مش جديد، الله يحفظكم ويحفظ بلدكم يا رب، وبتشكرك جدا من قلبي. على رأسنا، على رأسنا. أشكرك جدا نجمتنا السورية العربية الكبيرة سلاف فواخرجي، كل الشكر على قبول المكالمة في ظل هذه الظروف شديدة الصعوبة، شديدة الصعوبة، وأنا عشان كده يمكن بقول كمواطن عربي، أما آن الأوان إن إحنا النقابات الفنية على اختلافها يعني سواء إذا كان في التمثيل أو في صناعة الموسيقى والغناء، وعلى اختلاف التسميات من المغرب والحد العراق، لازم نعمل حاجة كبيرة.